بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترعبون به عدو الله وعدوكم. أنا بوجه رسالتي أو وصيتي للناس الشرفة والناس اللي بتغار على بلدها واللي بتحب وطنها، بقول لهم يا جماعة الخير، بناشد أي واحد عنده سلاح إنه ما يخليش سلاحه في الهواء، وإنه يضل محافظ على سلاحه ويكون سلاحه شريف يوجهه ضد العدو، لأن إحنا في واقع لهلأ يعني بالمرة، والواقع اللي عايشين فيه انتشر فيه الجواسيس وانتشرت فيه الفتن وفيش فيه سلاح شرعي صار لحد الآن يعني. فأنا بوجه رسالتي لكل حر وشريف إنه عنده سلاح يعني يخلي سلاحه بوصلته، هي وحدة اللي هي